وصلني الكابل دوت وبقالي شوية كده بستخدمه، والصراحة عجبني جدا وبرشحه لأي حد معاه كيبورد تقدر تركب لها كابل كاستومايز، أو حتى لو كيبورد وايرلس وحابب ما تشحنوش كل فترة أو كده، أو تاخد الكونكتيفيتي بتاعته يعني التوصيل بتاعته بأسرع حاجة مش بلوتوز أو بال 2.4 والحاجات دي. تمام، فخلينا نفتحه سوا كده. فبيجي في السفنجة دي كده، شكله رايق الصراحة. ده الكابل نفسه، وده الكابل اللي بيطلع من الكابل اللي بيكون في الكيبورد، ودي كده الكيبل مانجمنت. خلينا نشوف أول حاجة، ده كده الكابل اللي بيوصل للكمبيوتر. أول مرة أشوف طريقة التوصيل دي الصراحة، استنى أقربها لكم، مش عارف طريقة التوصيل دي غريبة أوي الصراحة، أول مرة أشوفها. بس هنشوف دلوقتي بتركب ازاي. طلع الكابل التاني في نفس القطعة بالظبط، ده هيركب كده، هندخل ديف دي كده طبعا في ليها اتجاه، وبعد كده بتربط كده شبه كابل الاكس ال ار، مع الفرق يعني طريقة التوصيل مختلفة خالص. في تفاصيل هنا في الكابل يعني، بص مربوط بمسامير كده، و في تفاصيل صغيرة وحلوة. بص المسامير دي عاملة ازاي. ماشي خلينا نكمل كده. القطعة دي طبعا للكيبل مانجمنت وكده، هركبه بقى على الكيبورد. انا عندي الكيبورد التايب سي من هنا، طبعا لو التايب سي كان من هنا كان هيبقى الطف، بس قشطة يعني مش هتفرق. بس ده شكله كده، شكله اروق بكتير من اي كابل يعني. بص لو وصلت فيها الكابل ده شكله عادي، انما الكابل دوت شكله غير كده. طبعا لو التايب سي من الناحية التانية كانت هتبقى افضل، عشان الحتة دي ما تبقاش طالعة لفوق كده، بس قشطة يعني شكلها مش مضايق، شكلها احسن من اي كابل تاني الصراحة. خلينا نوريه لكم من قريب اكتر بس عامل ازاي. في بقى الوان واشكال مختلفه منه على موقع ايبو ميكر، هسيب لكم برده اللينك في البايو بتاعهم يعني، متثبت عندي على طول. والكابل بتاعه برده اللي بيوصل في الكيس شكله رايق، ولون الكابل من جوه اورنج وكده، كان هيبقى حلو قوي لو خلوا دي كمان في منها اورنج، اعتقد في على الموقع عندهم يعني، لو حد عنده اوبشن اللي هو يختار فاختار الاورنج من دي، تكون نفس الدرجه دي تبقى جامده قوي يعني. كنت اتمنى الصراحه ان الكيبورد ده الطيب سي يبقى من الناحيه التانيه، بحيث ان ما يبقى ديت على عدلتها، بس برضه شكلها مش وحش. بس كده، شكرا اتفرجت على الستوري، سلام.